أنا أدعي أن المسيحية، أن أدعي أن الديانات في الهند البوذية والهندوسية، أنا أدعي أن الإسلام، أنا أدعي أن منظمة مثل الأمم المتحدة، كل هذا يتحرك حضاريا تحت كلمة أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للحوار عند احتدام الصراع بين البشر. أخذ من كلامك الجميل بخصوص الحوار، هل الإخوان المسلمين لهم نصيب في هذا الحوار؟ خلص الحوار، سلام عليكم.